ما عطيتوني الفيدباك عن أول يوم دوام، أول يوم دوام حضوري عقب غياب سنتين. وش شعوركم وانتم صاحين الصباح؟ شعور الحمد لله أنا افتكيت منه من زمان. طيب بس لكم سؤال مرة مهم بنات، أبغى أعرف كم ياخذ منكم وقت، يعني تصحون قبل بكم، قبل بوقت طويل ولا على آخر لحظة عشان تسوون شعركم الصباح؟ تخليكم بالموضوع على طول بدون لف ودوران. إذا أنتم زي أتباع آخر لحظة مالكم إلا جهاز لابيل، هو تبع اللحظات الأخيرة بالنسبة لي، المنقذ في اللحظات الأخيرة. قبل ما أستشور شعري دائما أحب أستخدم سيرم، يعني أول كنت أستخدم هذا اللوريال، حكيت لكم عنه قبل، بس هالفترة صاير أستخدم هذا السيرم، مرة حلو ينعم الشعر أكثر. بنات قبل ما نبدأ أبغى أقول لكم من أحلى شيئين شفتهم في جهاز لابيل. أول شيء السرعة، يعني شعري أخلصه بخمس دقايق وأقل. ثاني شيء اللمعة اللي يعطيني إياها مرة أحبها، يعني يشيل كل النفشة اللي في شعري ويخليه مرة هيلثي ويلمع. وبكذا نكون خلصنا شكل اللمعة بنات.